أيها الإخوة، أعرابي التقى النبي الكريم حافي القدمين يقول في قسوة وفي جهالة: اعدل يا محمد، فليس المال مالك ولا مال أبيك. أي إنسان قوي يقال له بهذه القسوة يمكن أن يقتله كلياً، أن يسجنه. ما الذي حصل؟ النبي الكريم قال: صدق، إنه مال الله، وأكرمه وأرضاه. يسمع النبي الكريم بكاء رضيع في صلاة الفجر، كأنه ببكائه يخاطب أمه. والعادة أن أطول صلاة في حياة النبي هي صلاة الفجر، فقرأ أقصر سورة وسلم. فلما سألوه: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: سمعت بكاء طفل ينادي أمه ببكائه، أردت أن أرحمها. هي رحمته. كان يرتجف من أعماقه إذا رأى دابة تحمل فوق طاقتها، فكيف الذي يحمل شعوباً فوق طاقتهم؟ كان يرتجف إذا رأى دابة تحمل فوق طاقتها. رأى أحد أصحابه يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال: هلا حجزتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ مرتين؟ أيها الإخوة، بعد أن دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقف في الناس خطيباً وقال: والله شيء لا يصدق. قال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليقتد منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. في أعلى درجات القوة، في أعلى درجات القوة، جاءه سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم. قال: لما؟ قال: بهذا الفيء الذي أعطيته للمؤلفة قلوبهم ولم تعطي الأنصار منه شيئاً. فقال: يا سعد، أين أنت من قومك؟ قال: والله ما أنا إلا من قومي. يعني هو غضبان أيضاً. فقال: اجمع لي قومك. والله قال كلام صدق ولا أبالغ يذيب الصخر. قال: أما بعد، مقالة بلغتني عنكم، وجدة يعني حزن، وجدتموها علي في أنفسكم من شأن في شأن هذا الفيء الذي أعطيته لغيركم. يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم. الآن بعد معركة حنين دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. قال: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به. أتيتنا مكذباً فصدقناك، وطريداً فآويناك، وفقيراً فأغنيناك. يا الله، ذكرهم بفضلهم عليه وهو في أعلى درجات القوة. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسماً وحظاً. يعني أي إنسان قوي إذا في فئة اعترضت عليه يسحقها، يلغي وجودها أحياناً. يا ترى هذه القصة تدرج مع حكمته أم مع رحمته أم مع تواضعه أم مع وفائه؟ قلق الأنصار وهو في مكة، بلده يحبها كثيراً، لعله يبقى بها. فلما بلغه قلقهم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. ما تخلى عنهم أبداً. أيها الإخوة، كان مع أصحابه في سفر، قال أحدهم: علي ذبح الشاة، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليها جمع الحطب. سيد الأمة، زعيم الأمة، قائد الجيش، يعني ملك، رئيس، نبي، رسول، قال: وعليها جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. هذه سنته. يعني قصة يمكن أن تشرح بسنوات. دخل أعرابي على مجلس النبي، تأمل في أصحابه، قال: أيكم محمد؟ ما في كرسي خاص له؟ ما في مكتب فخم؟ ما في شيء يجلس عليه خاص؟ ففي رواية، في روايتين، الأولى أنه قال: أنا محمد، والثانية أحد الصحابة أشار إليه: ذاك الوضيء محمد. ألا تفهمون منها أنه لم يكن متميزاً على أقرانه؟ يعني في معركة بدر الصحابة 1000 والرواحل 300، قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. قائد الجيش، زعيم الأمة، يسوي نفسه مع أقل جندي. ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكباً، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، أنا وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. هذه الرحمة. أخواننا الكرام، اتصل بالله. إن اتصلت بالله الصلة التي أرادها الله يغدو قلبك رحيماً، ترحم من حولك، فإذا رحمت من حولك أحبك من حولك، وإذا أحبك من حولك التف حولك من حولك. هذه الآية يحتاجها كل إنسان، أب، أم، معلم، رئيس دائرة، مدير مستشفى، مدير جامعة، يحتاجها أي إنسان ولاه الله على عشرة. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أننا إذا مدحنا النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياتنا ولم نقتدي بسنته، هذا المديح لا يسمن ولا يغني من جوع. لو أن ابناً أمياً وله أب عالم كبير أمضى هذا الابن كل حياته في مديح والده، يبقى أبوه عالماً كبيراً ويبقى هو جاهلاً كبيراً. فالمديح وحده لا يقدم ولا يؤخر، الذي يقدم ويؤخر أن تقتدي بسنته. لذلك حينما قال الله عز وجل: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. بالمناسبة أشد صيغ النفي في اللغة
هذه الصيغة، وما كان الله ليعذبهم، يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي تطبق منهجه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت فيهم هنا بمعنى سنتك، منهجك قائم في حياتهم، البيت إسلامي، العمل إسلامي، العلاقات إسلامية، الاحتفالات إسلامية، المناسبات الحزينة إسلامية. حينما تطبق منهج الله عز وجل أنت تستحق من الله أن يحفظك. بالمناسبة عظمة هذا الدين أنه دين جماعي، لو طبقته أمة لانتصرت على أعتى أقوياء الأرض، ولو طبقه فرد لقطف كل ثماره وحده. لا تقلق كثيراً على بعد الناس عن هذا الدين، عليك أن تطبق أحكام هذا الدين، عندئذ تخطف كل ثماره، لكنك حريص على أن يكون هذا الدين على مستوى الأمة، تدعو إلى الله عز وجل، تقلق لبعد الناس عن الدين، تسعى جاهداً لإقناع الناس بالدين، هذا شيء آخر، لكن بالنهاية لو أن الناس لم يستجيبوا واستجبت أنت وحدك لنجوت وحدك، ولقطفت ثمار الإسلام وحدك. إله عظيم عند الله عز وجل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيها الإخوة الكرام، ما دام الاحتفال بعيد المولد لا يعني إلا أن نشمر كي نقتدي بسنته. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك خطان لا ثالث لهما، إما أن تستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام فتحكم سنته ومنهجه في حياتك، أو أنك بنص الآية الكريمة تتبع هواك، وليس هناك موقف ثالث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لنتابع الآية: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وفي معنى ثالث رائع جداً: الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. اشتهى المرأة فتزوج، الزواج مشروع، أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. أيها الإخوة، اشتهى المال الإنسان، هناك وسائل لا تعد ولا تحصى للكسب المشروع. فوطن نفسك أنه ليس هناك حرمان في الإسلام، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. اعتقد يقيناً مرة ثانية: ما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها ترقى بها. فالشهوات سلم ترقى بها أو دركات تهوي بها. الشهوات حيادية، وأوضح مثل أضربه دائماً صفيحة البنزين، إذا وضعت في مستودع السيارة المحكم وسال هذا البنزين في الأنابيب المحكمة، وانفجر هذا البنزين في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، ولد حركة نافعة لك أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل. صفيحة البنزين نفسها صبها على المركبة، أعطي المركبة شرارة تحرق المركبة ومن فيها. هذه الشهوات.
قوة دافعة نافعة أو قوة مدمرة؟ بل لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. ما الذي يحركك؟ الحاجة إلى الطعام والشراب. من خلال هذه الحركة يظهر إيمانك، تكون صادقاً عفيفاً، لا تأخذ ما ليس لك، لا تأكل المال الحرام، تبتعد عن أن تغش المسلمين، عن أن تؤذيهم بكل أنواع الأذى. كسبت المال من طريق مشروع، الله عز وجل يبارك لك بهذا المال. إذاً أيها الإخوة الكرام، ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم. كل شهوة أودعها الله فينا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الآن هذا النبي العظيم قال عن نفسه: أنا رحمة مهداة، رحمة للعالمين، والله قال عنه كذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلهنا وربنا وخالقنا ومربينا يخاطبه ويقول: فبما رحمة من الله. رحمة النبي الكريم من الله، كيف اشتقها؟ كيف نالها؟ يقول العلماء: من خلال اتصاله بالله. وهذه للنبي الكريم ولكل مؤمن، من خلال اتصالك الحقيقي بالله يشتق قلبك رحمة منه. فإذا أنت ترحم من حولك، يعني إذا كان في مؤشر للرحمة ومؤشر للإيمان، اعتقد يقيناً أن المؤشرين يتحركان معاً. بقدر إيمانك أنت رحيم، وبقدر رحمتك أنت مؤمن. الرحمة والإيمان يتحركان معاً. إن كان هناك مؤشر للرحمة ومؤشر للإيمان. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وأحاطت سيوف جنوده بأطراف مكة، هذه المدينة التي أخرجته وآذته وحاربته حروباً ثلاثة ونكلت بأصحابه وقتلتهم، مصير هؤلاء بكلمة ينطقها النبي عليه الصلاة والسلام. سألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. دليل الرحمة، الرحمة. ومجتمع اليوم تنقصه الرحمة في قسوة بالغة. يعني إنسان قد ينفق في اليوم 100,000 ويعطي الموظف مبلغ لا يكفيه أيام، ويدعي أنه رضي بهذا المبلغ، هو يرضى من الفقر. هل يمكن أن تتدبر أمرك بهذا المبلغ؟ لذلك أكبر شيء نفتقده الآن أن يرحم بعضنا بعضاً. أخواننا الكرام، ينبغي أن تعلموا يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أحد أكبر أسباب النصر والغنى هذا الضعيف. يمكن أن تسحقه، يمكن أن تهمله، يمكن أن تجيعه، يمكن أن تعطيه مبلغاً لا يكفيه أيام وهو يقبل من شدة الفقر. هذا الضعيف إذا أطعمته إن كان جائعاً، كسوته إن كان عارياً، علمته إن كان جاهلاً،
زوجته إن كان أعزباً، آويته إن كان مشرداً، عالجته إن كان مريضاً، هو ضعيف لا يستطيع أن ينطق بكلمة. والله حدثني أخ طبيب أكن له احتراماً كبيراً، قال لي والله أذهب إلى المستشفيات العامة كل روادها من الفقراء، والله لا أحد يستطيع أن يناقشك لو أسأت إليه. يقول لي والله أنا أعتني بهؤلاء كما أنني في أكبر مستشفى وأرقى مستشفى تقرباً إلى الله، وأنا في جنة. هذا المريض الفقير فيك تقول له مرضك ما له شفاء مثلاً، تقدر تحاكيه بأقصى لغة، ممكن أن تهمله إهمالاً كلياً. أما إذا ذهبت إلى مستشفى كل المرضى من الطبقة الأولى تعتني عناية تفوق حد الخيال، تخاف على مكانتك، على سمعتك. أنت حينما تذهب إلى تلك المستشفى العامة وتعتني بالمريض لأنه عبد لله، الله عز وجل يتجلى عليك بالرحمة. أخواننا الكرام، نحتاج إلى الرحمة. الآية الدقيقة 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 التي تعد قانون الرحمة، قانون هي قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب اتصالك بنا يا محمد امتلأ قلبك رحمة، فلما امتلأ قلبك رحمة انعكست هذه الرحمة ليناً، هذا اللين سبب التفاف الناس حولك، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت منقطعاً عنا عندئذ يمتلئ القلب قسوة وتنعكس القسوة غلظة، والغلظة تسبب أن ينفض الناس من حولك. صدق ولا أبالغ، هذه الآية معادلة رياضية: اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. من يحتاج هذه الآية؟ كل واحد منا. إذا كنت أباً ألا تتمنى أن يلتف أولادك حولك؟ أن يحبوك؟ أن ينصاعوا لأمرك؟ أن يكونوا في خدمتك؟ أن يقدروك؟ أن يثنوا عليك في غيبتك؟ البطولة ليس الثناء في حضرتك أبداً، هذا يملكه الأقوياء، لكن الثناء في غيبتك يملكه الأنبياء. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء يمدحون في غيبتهم. بطولتك أن تمدح في غيبتك لا في حضرتك. يحتاجه الأب، تحتاجه الأم، يعني أي إنسان انعقدت صلته بالله يمتلئ قلبه رحمة، لأنه مرة ثانية، لأن مؤشر الإيمان يتحرك تماماً مع مؤشر الرحمة. أنت رحيم بقدر ما أنت مؤمن، وأنت مؤمن بقدر ما أنت رحيم. لذلك ورد في الحديث القدسي: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. ارحم هرة، ارحم أي مخلوق. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يقطع الغذاء عن مليون ونصف؟ كيف دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أما عالم بأكمله، 300 دولة بالعالم
يرون أن هؤلاء في غزة محاصرون من كل الأطراف عرباً وغير عرب، وأن جدراً فولاذية تبنى لسد الأنفاق من أجل أن يموتوا من الجوع. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من الأنفاق مثلاً. إله عظيم، ارحم عباد الله حتى يرحمك الله عز وجل. في واحد منا ما له ولاية على واحد، عنده ابن ارحمه، عنده خادمة ارحمه، عنده موظف ارحمه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أبعد قلب عن الله عز وجل القلب القاسي. اعتقد يقيناً أن مؤشر إيمانك رحمتك بمن حولك، مؤشر إيمانك. إنما أنا رحمة مهداة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إنسان أراد أن يجاهد مع رسول الله، قال له: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. كم هو حق الأب والأم عليك؟ منعه أن يجاهد ليبر أمه وأباه. في رمضان كان النبي مع أصحابه في الجهاد، والحر لا يحتمل، أمسك إناء ماء وشرب أمام الناس، بلغه أن بعضهم لم يفطر. بماذا وصفهم؟ قال: إنهم العصاة، لأنه صائم. النبي عده عاصي، ما رحم نفسه، لأنه الله سمح لك بالسفر والمشقة التي لا تحتمل أن تفطر. فما سمى هؤلاء ورعين، قال: أولئك العصاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لك مبلغ مع شخص، وأنت وضعك المادي جيد جداً، والشخص ليس كذاباً وليس محتالاً، لكن ما معه؟ ما بيرحمه. في معك سند، الدعوة جاهزة، عندك محامي موظف، أي واحد ما دفع على القضاء. يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الذي لا يرحم لا يرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. أيها الإخوة، الحديث عن سيدنا رسول الله طويل، حياته كلها رحمة. واعتقد يقيناً أن مؤشر إيمانك رحمتك بمن حولك، قريباً أو غير قريب. الرحمة التي ترقى بها، دققوا، هي الرحمة العامة. يعني ممكن تتصوروا أن يصدر قرار من الحكومة يلزم المواطنين بتناول طعام الإفطار؟ شيء مضحك، لأن الحاجة إلى الطعام مودعة في كياننا كله، في جوع. لذلك أنت حينما ترحم أولادك اعتقد يقيناً أن الله أودع في قلب كل أب وكل أم رحمة بأولاده. فهذه الرحمة ليست كسبية، لكنها رحمة فطرية. أنا لا أقول ليس لك عليها أجر، لكن أجرها ضعيف جداً. لكن متى ترقى بأولادك؟ إذا عرفتهم بالله، إذا حملتهم على طاعته، إذا راقبت أخلاقهم، راقبت سلوكهم. أما أي أب وأي أم على وجه الأرض حريصون على سلامة أولادهم من الأمراض وعلى تفوقهم في الدراسة؟ كل الآباء. أما الذي يرقى بك أيها المسلم أن تحرص على دين أولادك وعلى أخلاق أولادك
وعلى إيمان أولادك وعلى استقامة أولادك. أيها الإخوة الكرام، حديث الرحمة ننتفع من إحياء ذكرى المولد إذا اقتدينا برسول الله، فأحكمنا اتصالنا بالله حتى نشتق من خلال هذا الاتصال رحمة نتقرب بها إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا الكرام، في أوهام كثيرة بحياتنا، بيكون إنسان على غير استقامة وعلى غير انضباط، وله معاصي كثيرة، وله تطلعات لا ترضي الله، وله لقاءات لا ترضي الله، وله طريقة لكسب المال لا ترضي الله، ويدعي أنه مؤمن. الذي أتمناه عليكم أن تعتمدوا مقاييس دقيقة جداً للإيمان. أي مؤمن لا يطيع الله يعد إيمانه كإيمان إبليس. إبليس قال ربي فبعزتك، إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. بحسب النص الآيات الثلاثة، إبليس آمن بالله ربًا وعزيزًا، آمن به خالقًا، آمن باليوم الآخر، وهو إبليس اللعين. فالإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا تعبأ به أبدًا. الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله والاستقامة على أمره لا تعبأ به أبداً، ولا يقدم ولا يؤخر. لكن الإيمان الذي يثمر استقامة وطاعة والتزاماً هو الإيمان الذي أراده الله في القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، إني داعٍ فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك. اللهم أعطنا سؤلنا كله يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا الكرام، في أوهام كثيرة بحياتنا، بيكون إنسان على غير استقامة وعلى غير انضباط،
وله معاصي كثيرة، وله تطلعات لا ترضي الله، وله لقاءات لا ترضي الله، وله طريقة لكسب المال لا ترضي الله، ويدعي أنه مؤمن. الذي أتمناه عليكم أن تعتمدوا مقاييس دقيقة جداً للإيمان. أي مؤمن لا يطيع الله يعد إيمانه كإيمان إبليس. إبليس قال ربي فبعزتك، إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. بحسب النص الآيات الثلاثة إبليس آمن بالله رباً وعزيزاً، آمن به خالقاً، آمن باليوم الآخر، وهو إبليس اللعين. فالإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا تعبأ به أبداً. الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله والاستقامة على أمره لا تعبأ به أبداً، ولا يقدم ولا يؤخر. لكن الإيمان الذي يثمر استقامةً وطاعةً والتزاماً هو الإيمان الذي أراده الله في القرآن الكريم.